آليات الحشد وكيف توجهت إلى الأحواز بذريعة تقديم الدعم اللازم لإيران رداً لما يسمى بجميلها على العراق في مواجهة السيول، في الوقت الذي تترك فيه أو تترك فيه مدن العراق ويترك أهل العراق أيضاً بلا عون. ناشطون أحوازيون تحدثوا عن استغلال الحشد لهذه النقطة لكي يستقر في الأحواز من أجل قمع الانتفاضة التي تشهدها مدن الأحواز هناك. نتابع. يوم 23 1398.